مداخلة في الموضوع حول جانب أن يحتضن فعاليات هذه الندوة المنظمات والجمعيات الوطنية. إن شاء الله. مهدي مهدي. تشكل قضية الأسرى وخاصة القدامى منهم ملفا إنسانيا مؤرخا نتيجة قضائهم عقود طويلة داخل السجون بفعل الأحكام العالية المفروضة عليهم. الاستعمار كله واحد، الاستثمار كله واحد، المحتل كله واحد، وإن تبدلت الأسماء. تتشرف جمعية مشعل الشهيد بمنحكم وسام الذاكرة عرفانا لما قدمتموه للثورة التحريرية ومساهمتكم الفعالة في حماية ذاكرة الشهداء. وما أنا إلا واحد ممن كتب الله لهم النجاة والشرف، كل الشرف والفضل، كل الفضل لمن كتب الله لهم الشهادة.